اسماعيل؟ ما اعرفش. طب المنشورات؟ منشورات؟ منشورات ايه؟ دي اللي وزعتها عليهم. انا؟ فين ده؟ في المحلة، مصنع النسيج، تضامن الطلبة والعمال، محمود الشنواني رئيس النقابة. أنا عمري ما رحت المحلة ولا دخلت مصنع ولا أعرف الشنواني ده. إذا كان هو اعترف عليك. مش ممكن، يعرفني منين هو؟ أهلا أهلا. يظهر هنبقى أصحاب. هو حصل إيه تاني؟ اسألي نفسك. عاملة لي شيوعية أنت بس إسماعيل بتاعك؟ شيوعية؟ إحنا ملناش دعوة بالحاجات دي. أبو حلمي هو مسؤول حي ولا منطقة؟ حي إيه ومنطقة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة.